صحينا كان فينا اهو العثمان مشغل ايه سلك زي ما انت شايف اهو صوره اهو صوره اهو قبله قدامك قدام عينيك اهو اهو في العمود في العمود تحت اهو الحريقه جايبه من اول فين الحريقه بدا من هنا يا بدا من الحيه ايه يا بدا منين عندنا هم بيقول لك انبوب هم بيقول لك ايه انبوب انبوب هناخد انبوبه من الفرقعه في عماره حلو لو عمل حاجه ديت بحس لو عمل كده بحساب يعني سبب الحريق اللي حصل اسفل الكوبري هو مش انبوبه هو كان سبب وصله سلك الكهرباء كوبري ضعيف كوبري ضعيف كان هم بيقول لك احنا رمو كانش برمو كانوا برشوا وشغل على كده كان المترو بيمشي كان المترو بتاعتي كان بيتهز كان الكوبري بيتهز طب انتوا ما بلغتوش لما حسيتوا بلغنا ما حدش مرد علينا ما في فحاتات ايه ما تصور فحاتات ايه بلغتوا مين؟ تعالى يا باشا تدعي فما تدعيش الحاجات دي تدعي فما تدعيش حد موجودة قبل الانهيار؟ قبل الانهيار دي القواعد بتاعت الكوبري بتاعت الكوبري كل ما نقول لهم بقول لك احنا بنعمل اشياء ونصبها تاني بقى اكتر من سنة لا اكتر من سنة اكتر من سنة الحفر دي موجودة الحفر دي يعني طب بص هنا القفلة بالليل انا بتكي تجرح في كشك لحم والله بتخش دوت بنبص هنا الناس بتخطفنا من جوه ايه انتوا صحيتوا من النوم صحيتوا من النوم على الحريق بتاع الكشك اللي انت شاورت لي عليه دوت والكوبري بقى بعديها بجيب ساعه وساعه ونص بيسقط طب الحمايه المدنيه او قوات الاطفاء ما جاتش انتوا لما بلغتوا ما جاتش في وقتها على طول ولا اتاخرت؟ اتاخرت شويه اتاخرت جت بعدها بقد ايه؟ جيب بعدها حوالي بتاع بنص ساعة نص ساعة؟ يعني سبب الحريق مش انفجار قنبلة مش انفجار انبوبة مش انبوبة مش انبوبة خالص طب هي انبوبة هتعمل ايه؟ بدماغها طب هتقع الكوبري انبوبة؟ هذا بيت؟ احنا اللي قاعدين هنا 11 أسرة 11 أسرة قاعدين هنا؟ قاعدين مالكوش مكان تناموا فيه غير المكان لا هو ده مكان هو ده مكان احنا كنا قاعدين الأول عند اليوم الواحد تمام في الحته اللي فاتت دي الاول فجي سعيد عثمان جابنا هنا من 13 سنه قال لك انتوا تقعدوا هنا مؤقتا على ما هي دي هدي اللي هي طلع مكانها الكوبري دي كلها فلما هداها وجينا حاولنا ان احنا نمشي مع الناس دي راح كل ما نروح نقابله ما نقابلوش لحد طب خلاص خليكم اشوفكم مع دول هنا دول فهو ولا بيشيل ولا بيعمل لحد بقى ما حصل اللي حصل الكارثه اللي حصلت دي ايه امبارح السلك الكهرباء ولا كده اللي حصل سلك الكهرباء ولا عشان هنا الكابل عشان هنا بتاع العواميد النور دي الكابل اللي كان ماشي مع العمود يا باشا راح مولع فعمل شرز على الاوض عندنا فاحنا عشان احنا معرشين ببوص فالبوص ولع لما البوص ولع ال 11 اوضه بتوعتنا ولعوا كل اوضه فيها خمس افراد يعني انا وجوزي ومعايا ثلاث عيال معايا فيهم معايا عروسه 14 سنه برضه كان معانا في الاوضه جوز اختي دوت معاه خمس عيال وهو ومراته سبعه اوضه وهي اختي دي برضه معاها برضه عيلين وهي وجوزها اربعه في اوضه يعني احنا كلنا اسره كده لما ولعت كده الدنيا الكوبري راح واقع علينا كمان يعني لولا الناس دي صحتنا احنا كنا متنا احنا الرجاله بتاعتنا بتشتغل بالليل احنا مؤاخذه بنشتغل في الكرتون والله معانا عربيات كارجو رجالتنا بتشتغل بالليل واحنا اللي بنبقى هنا بالليل فاحنا حريم نايمين ما نعرفش ايه اللي حصل هم بتوع الورا دول يجروا علينا ويخبطوا ويقولوا قوموا ده النار مولعه فين كنتوا مش حاسين روحوا مطلعيننا فعلى ما اتصلوا بقى بالمطب جم بتوع المطب يطفوا فلينا بقى الكوبري بقى يريح راح الكوبري واقع وفي اتنين من اللي هما بيطفوا بتوع المطب ماتوا انا عندي اخويا مصطفى حرب الكوبري واقع على ظهره وهو في المستشفى المطريه اسمه ايه؟ اسمه محمد عبد التواب محمد عبد التواب احمد رشدي مستشفى المطريه؟ ما متصاب ايه الاصابات اللي فيه؟ الحديده حضرتك اللي وقعت عليه صابت يعني وهي بتريح راحت نازله عليها
كانت هتموته في الارض، بس كويس اللي رميته بعيد. فين فين حته بالظبط في جسمه؟ في ظهره. من ورا في ظهره؟ اه يعني كدمات. بس كانت يعني جديده، الواد ولا قادر يصد ولا يرد يعني، شايلينه كده بالصلاه على النبي كده حاجتنا، ولا مش قادر كل اللي نلمسه ده. ومعانا اطفال صغيره ومعانا عرايس برضو بنات بنوته، يعني مش هينفع الوضع ده كده. وسابونا ومشوا زي ما انت شايف. احنا طالبين بس احنا طالبين منهم بس سكن نقعد فيه، لا عايزين منهم كتير ولا قليل.